أما قول رجب هو كالريح وشعبان كالغيم ورمضان كالمطر، فمن لم يزرع في رجب كما ذكر هنا ولم يسقي في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان؟ هذا نسب إلى السلف، وبعد البحث لم أجد في أمات الكتب وفي الأصول لم أجد هذا منسوبا إلى أحد من السلف رحمهم الله، لكن يتناقله بعض الدعاة والوعاظ، ولعلهم أخذوه من كتاب لطائف المعارف لابن رجب رحمه الله. وابن رجب رحمه الله ذكره عن أبي الوراق البلخي على أن شهر رجب هو مفتاح أشهر الخير والبركة. وليعلم أن ابن رجب رحمه الله من يقرأ كثيرا في كتابه لطائف المعارف، هو يجمع رحمه الله وأحيانا يبين الحكم على الآثار وأحيانا لا يبين. وإن كان كما نسب إلى أبي بكر الوراق، فإنه إن كان محمد بن عمر الوراق الترمذي البلخي فهو كما ذكر ابن الملقن في طبقات الأولياء هو من الصوفية الأولى، لأنه متوفى سنة 240 للهجرة. والصوفية الأولى أنكرها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، أنكرها السلف رحمهم الله كما ذكر ذلك عن أسماء وعن ابن الزبير وعن ابن سير رحمهم الله، لأنهم انعزلوا عن الدنيا، وهي ليست كالصوفية الموجودة الآن، لأن الصوفية الموجودة الآن بها شركيات وبها مخالفات. وعلى كل حال فإنه إن كان منسوبا إلى أبي بكر الوراق الذي هو محمد بن عمر فهذا هو حاله. لكن لو تأملنا في جمل هذه العبارة نجد أنه أولا كما سلف لا يصح نسبتها إلى السلف لأنها منسوبة إلى الوراق كما سبق. ثانيا أنه لا بد أن تعمل أعمالا من العبادات في رجب حتى يفتح لك أبواب الخير في شعبان وفي رمضان، وهذا مما لا دليل عليه، بل إن العلماء كما تحدثوا علماء أهل السنة والجماعة بيّنوا أن تخصيص رجب بعبادات لم يأتي بها الشرع. ثالثا أن من لم يزرع في رجب أيحرم من الحصاد في رمضان؟ هذا لا يمكن أن يكون، بل إن شعبان الذي حث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصيام وكان يصومه صلى الله عليه وآله وسلم، من لم يصم من المسلمين فإنه لا يكون مؤثرا على عبادته واجتهاده في رمضان. وبالتالي فإن مثل هذه العبارة بها نظر من حيث نسبتها إلى السلف، وبها نظر من حيث الجمل التي بها، والله أعلم.